ارتفاع جديد في أسعار الحديد، وده تاني ارتفاع خلال الشهرين اللي فاتوا. هنعرف سببه ايه دلوقتي. معانا المهندس رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بإحدى شركات الحديد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أستاذة رامي؟ أسعار الحديد رفعت قد ايه الفترة دي؟ سؤال وجيه. هو هو في طبعا حركة في الأسعار، ارتفاع. لأنه في حركه في الاخير، ارتفاع في الاسعار. يمكن حضرتك تتذكري كنت اتشرفت بان انا كنت موجود مع حضرتك في البرنامج. صحيح. يعني في الفتره اللي سجلنا في البرنامج كانت قبل الحرب بتاعت غزه. من ساعتها لو نقدر نقول ايه اللي حصل، من ساعتها حصل تباين كبير في اسعار الخامات بره عالميا. يعني الخرده كانت عند 350 دولار، النهارده الخرده ب 428 دولار تقريبا، ارتفاع حوالي 22%. الايرن اور، الخام اكسيد الحديد اللي فيه بعض المصانع بتستخدمه كماده خام اوليه، برضه ارتفع 20% من 114 دولار ل 137 دولار. المصانع يا اما بتشتغل من الخرده يا اما بتشتغل من خام اكسيد الحديد. زي ما انت شفتي كده وقلت حضرتك دلوقتي، من 20 22% زياده. هنضيف عليها كمان للاسف الشديد جدا حركه في سعر الصرف في السوق الموازي، يمكن برضه تخدر بحوالي 20% من مستويات كانت قرب ال 41 42 جنيه لمستويات يعني 50 51 جنيه. للاسف الشديد جدا الصناعه معتمده بشكل اساسي على المواد الخام المستورده، فحصل يعني تاثيرين، مش تاثير واحد في نفس التوقيت، انه الخامات سعرها زاد جدا بنسبه حوالي 20%، ونفس الفتره سعر الصرف اتحرك للاسف بنفس النسبه دي. ده معناه ان الاسعار المفروض لو ماشيه باي بوك تزيد 40%. 40%؟ مش بقول الكلام ده. وهي زادت قد ايه يا فندم؟ لا، هي ما وصلتش طبعا لكده، لانه اللي بيحصل انه برضو الشركات بتبقى مراعيه جدا عامل التضخم، وبتبقى مراعيه ان الوضع برضو قد لا يستحمل هذه الزيادات. يمكن المصانع حاولت تابزورب او تمتص جزء من الزيادات دي. تقدري تقولي ان الزياده في الاسعار ممكن تتراوح من 15 ل 20% بدل ما توصل ل 40% كاملين. محدش طبعا بيبقى مبسوط من الزيادات دي، بس زي ما وضحت لحضرتك، هي في الاخر المصانع بتبقى بتضطر انها تفولو التحركات اللي بتحصل في اسعار المواد الخام واسعار الصرف عشان تقدر تواكب وتفضل قادره تشتغل وتنتج. بيني وبين حضرتك برضو كمان، يبدو انه الربع الاول من السنه الجديده عالميا حتى في تحسن شويه في الطلب، وفي ندره شويه في الخامات. الدخله بتاعت الجليد والطقس البارد الخالص اللي بيبقى موجود في بعض دول اوروبا وامريكا بيأثر قوي على توفر الخرده وعلى الاتاحيه بتاعتها، فبيخلي المعروض من الخرده قليل، فده بيخلي الاسعار بتاعتها تزيد. زائد انه الدول في اوروبا وامريكا عندها بعض التوقعات الايجابيه لاقتصادها، انه الفكره بتاعت التضخمات الزياده ومعدلات الفائده العاليه يمكن يحصل فيها تحسن شويه، فده برضو ادى الى ان في طلب بزياده مقارنه مثلا بشهور فاتت، خلى في طلب اعلى على الخامات. يمكن حتى برضو الصين اعلنت تريليون يوان كحزمه اصلاح اقتصادي، زودت الطلب عندها برضو على الخامات. فكل العوامل دي مجتمعه هي اللي واقفه ورا التغير في حركه اسعار الخامات والدولارات. يعني انا اقدر اقول ان العوامل اللي حضرتك شرحتها لنا دلوقتي دي هي اللي متحكمه في اسعار الحديد في السوق؟ للاسف طبعا، لانه احنا ما عندناش خامات في مصر، ولا حتى عندنا خرده بشكل كبير. الخرده اللي عندنا كمياتها ضئيله وقليله، فكل الخامات بيتم استيرادها بنسبه كبيره جدا، زائد معامل التغير اللي بيحصل في اسعار الصرف. يعني حضرتك متوقع الاسعار هتزيد تاني الفتره الجايه ولا لا، بخصوصا ان احنا داخلين على سنه جديده؟ يعني بصي حضرتك يا استاذه، هو الواضح انه على الشورت تيرم، على المدى القصير يعني، اعتقد الاسعار مرجح لها ممكن يبقى فيها زياده تانيه كمان، لانه الاسعار بتاعت الخامات يبدو انها مكمله في زياده عالميه. لكن في امر تاني ممكن يحد ان الزياده دي، احنا عارفين طبعا الدولة المصرية بتحاول جاهدة تشتغل مع منظمات عالمية كتير علشان نشوف حل وعلاج لموضوع العملة. فطبعا لو ده برضو حصل فيه طفرة او تحسن، وابتدى يبقى الدولار متوفر عند معدلات مختلفة عن اللي موجود عليها في السوق الموازي دلوقتي، ده على الاقل ممكن يشيل تأثير زيادة اسعار الخامات. هتقول حضرتك ازاي؟ يعني هما دول الامرين اللي ممكن يكونوا مؤثرين. فهل ده ممكن ياثر ان الاسعار تقل الفتره الجايه؟ بص حضرتك، يعني موضوع انها تقل دي ممكن تكون احتماليتها ضئيله شويه،
لانه الخامات زادت خلاص، وشرحنا انها زادت حوالي 20%، ومرجح انها ممكن تبقى على ثبات او زياده في خلال معظم اوقات الربع الاول من السنه الجديده. كويس. العمله لو حصل فيها تحسن شويه ده هيساعد ان الدنيا، يعني بدل ما نضطر نقعد نزود من وقت للتاني عشان نقدر نمشي مع الخامات ونمشي مع الدولار، هيحد ان الزياده او ممكن يبقى فيها صبغه استقرار. لكن لو ما حصلش حل في موضوع العمله هو اخر، هيبقى صعب جدا ان المصانع تفضل تواكب بنفس الاسعار الموجوده، وللاسف ممكن تضطر المصانع انها تحرك الاسعار لفوق شويه. الربع الاول محتاج تحوط لانه الاسعار بتاعت الخامات عالميا فيها توقع بانها تزيد. المهندس رامي صالح الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال والاستدامه باحدى شركات الحديد المصريه، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم سعداء، بتعرض مع حضرتك، اتفضلي.